ما يكون عند المسلم تكتلات داخلية، الجماعات اللي الناس شايفاها الآن وطرق ثمرة شنو؟ انت لو نظرت لها من ناحية الثمرة، سيبك من مسألة انه معتقدات ذاتها مشكلة وأذكار وعبادات مشكلة، لاحظ بس للثمرة بتاعتها، ثمرة التفرق. وزي ما ربنا قال كل حزب بما لديهم فرحون، بل وصلت النتيجة إلى أن يكفر بعضهم بعضا وأن يقتل بعضهم بعضا، بل وصلت إلى التنافس الآن في الدنيا اللي وصل بلادنا إلى ما ترون الآن. البلاد وصلت إلى هذه المراحل، السبب فيها شنو؟ السبب فيها تصارع هذه الجماعات والكتل على هذه الدنيا. ولكن لو تركوا البلد تسير على قلب واحد، ونحن مسلمين، كيف يا أخواننا يجي في نص بلاد المسلمين من ينادي برفض الشريعة الإسلامية ورفض القوانين الإسلامية؟ كيف يا أخواننا؟ شوفوا المراحل الليلة اللي احنا وصلنا لها، إنه القوانين الشرعية زي قوانين منع الخمر والعقوبة عليها، منع الزنا والعقوبة عليه، منع الدعارة والعقوبة عليها، نصل مرحلة إنه تبقى الدعارة مباحة عندنا، مباحة يتفتح بيت بتاع دعارة والناس يجوا زي ما كان زمان قبلي، ده قبلي أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة ده يرجعون له تاني، تتفتح بيوت الدعارة علنا. فإذا يا إخواننا نحن معاني زي دي لابد نطرقها ولابد يتربى المجتمع. والله لما أنت دعاي للوضع ده تمشي وتجي راجع إنه مجتمعنا ده بيحتاج لتربية من الأول. ناس ماتت في الرؤوس في الرمال، ماتت في الرؤوس في الرمال، المجتمع ذاته يحتاج إلى علاج وتربية كويس. وآخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد ما ربنا أنعم عليك بنعمة الإسلام، أنت تكره أنك ترجع الكفر تاني، قال كما يكره أن يغزف في النار. بالله عليك الله تأمل الكلام ده الليلة، ونحن بنسمع في الفيديوهات بنشاهدها، وانت بتكون شاهدت أكثر مننا فيديوهات، شباب بيجيبون ويقول لك نحن عشان بلدنا تتطور وبلدنا تتصلح ويرفعوا عننا العقوبات لابد نقبل بوضع قانون لحماية المثليين. طبعا هم بيعبروا عنها بعبارة المثليين، يعني عبارة دلع كده، اسم سمح يعني، يدلعون مثليين. مثلي بتاع شنو ده؟ اسمه في الشريعة الإسلامية اللواط. دايرين قانون، خد بالك قانون، يعني ما تبقى المسألة تاني بالدس. قانون يتزوجوا في الجامع زي ما انت بتزوج كريمتك، ديلك يجوا يتزوجوا في الجامع، عقدت لي محمدين على زين الدين رجال الاثنين، وعقدوا لهم عقد رسمي، ولو جيت سألتهم ال- 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 القانون بيعاقبك. القضية مش في انه ناس يخطوا قانون زي ده، ما هم اصلا في ناس الدين ده ما دارينه، والقانون ده طبيعي جدا انه يخطوا. القضية ما هنا، القضية انه يجي زول يقول انا مسلم ويقول لك نحن لابد نقبل بهذه القوانين عشان يرفعوا اسمنا من الارهاب وعشان بلدنا تتطور. يا اخواننا بلدنا بتتطور بقلة الادب. قول هسه طب النسوان ديل خلوهن ثاني ما عرسوهن، الناس عرسوا الرجال بس، اها يعني شنو؟ يعني شنو؟ حيحصل شنو يعني؟ الدولار بتاعنا حينقص؟ الاستثمار بتاعنا حيزيد؟ يا اخوانا دي مفاهيم غريبة جدا. يا اخي انت دينك ده مفترض يكون عندك اغلى حاجة، اغلى شيء يكون دينك، بعدين تاني تتطور البلد ولا لا؟ البلد بتتطور بالعمل وبالإنتاج، ما بتتطور بقلة الأدب ولا بمحاربة الدين، أعرف المعلومة دي. ما بتتطور يا أخي، الخواجات ذاتهم هل طوروهم الناس بتاعين الفسق والحرام ديل والسكارة والحيارة ديل؟ ما هم اللي طوروا بلاد الخواجات عشان ما نتغشى نحن، طوروها الناس اللي تعلموا وعلموا
وقعدوا في المعامل وبحثوا، والناس اللي اشتغلوا ده اللي بيطوروا بلادهم. لكن احنا كسلانين وده نجيب لنا كفر، زي ما ذاك واحد قالوا في مرة وكانت شغالة جنب المحكمة والقاضي بيعرفها وأمورة تعبانة وجابوها في قضايا كده والقاضي حلاها ليها، دفع من جيبه وحللها مشكلتها. أكان جات يوم من الأيام قالت له يا مولانا انت ليه المرة دي في الميراث بدوها نص ميراث الراجل؟ قال لها حجة فلانة بعد الفقر جبت لك كفر؟ بعد الفقر قال لها جبت لك كفر؟ فاستدحنا يا الباقي علينا ذاته، بعد الفقر درنا جيب لنا كفر؟ يا ناس نحن مخرجنا انه نطور بلدنا بعمل الدنيا وديننا ما نفرط فيه. يا اخي الدين ده الصحابه بالله جابوه بالساهل. مصعب بن عمير كان بيسموه فتى مكه المدلل من العز اللي هو عايش فيه، امه غنيانه وعايش عز. قالوا كان مصعب بن عمير لو مر بالطريق الناس كلهم بيقول لك مصعب مر بيجاي، عشان الريحه اللي بيشموها العطر حقه لما يمشي بالشارع بيعطر الشارع كله. عايش عز ما عاد امن، لما امن امه منعت منه اي حاجه وبقى فقير. خباب بن الارت قال مصعب بن عمير كما في البخاري قال مصعب استشهد يوم احد وبحثنا له عن كفن فلم نجد. شوف بالله الدنيا والعزه كله فارقوا عشان شنو يا اخواننا؟ عشان الدين. ودي ما بصراحه عشان اوريك دي ما الدعاوى بتاعت الكيزان اللي بيقولوها، انا كلامي ده ما كلام سياسي، لكن دارك انت عشان تاخد كلامي ده في القالب الصح. نحن بندافع عن ديننا فقط، ده ديننا الاسلامي اللي احنا تربينا عليه، وما مزايدات عشان نقول يمشي نظام. شغل السياسه ده كله انا ما عندي معه قضيه، ولا المنبر ده حسخره يوم من الايام لنصره حزب سياسي ولا جماعه سياسيه ابدا. المنبر ده هو منبر للدين الاسلامي فقط. لكن انت افهم معاي انه نحن يا اخواننا عشان نطور بلدنا نحن ما محتاجين كفر، ما محتاجين نكفر بالله، ولا محتاجين احنا نتنكر على ديننا. الصحابه ديل بلغوا شأوي عظيم جدا، ودولتهم بلغت الثريا مع تمسكهم بالدين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ده حفيد عمر بن الخطاب، عاش سنتين ازدهرت في زمنه الفتوحات وانتعشت الدولة الإسلامية. قال والله لولا أني كل يوم أحيي فيكم سنة وأميت فيكم بدعة ما أحببت الحياة فيكم فواق ناقة. فواق الناقة يعني الفرق بين الحلبتين بتاعة الناقة. ما دار أعيش إلا إن أنا أحيي سنة كل يوم وأميت بدعة كل يوم. في سنتين دانت له الدنيا كلها، محتاج لأنه يكفر بالله. بعدين نحن شايفين نماذج الآن جيراننا بيجاي قريبين من الدول اللي كملت الكفر ده لحد ما وصلت الميس، كفر مجية. واحدين بيعبدوا كجور، واحدين بيعبدوا فرج المرة، في يعبدوا فيران، أي شيء بيعبدوا. وأنهم جعانين ولا ما جعانين؟ الجوع بأمه وأبوه قاعد عندهم ولا ما جعانين؟ جعانين للنهاية. وكفار كفار. طب الكفر يا اخواننا ما بجيب اكل، الكفر ما احنا بالله شوفوا المجتمع وصلنا يا مرحله، دارنا نقنعه نقول انا هو كان كفرته ما معناه بتاكله، بتلمن عليكم الاثنين، تموت كافر فهمت وجعان وفقير وما عندك حاجه. والله هذا الناس شايفينهم بيشربوا المريسه بالجوع سهل، شايفه جيراننا بجاي قريبين خلينا منهم منه. يا ناس يا ناس احنا دارين نراجع ديننا، وديننا نحن لما نقوله نحن لا نقصد دفاع عن اي حزب من الاحزاب، نظام بتاع كيزان ولا بتاع غيره. هون ديلك لو جابوا دين كان مشوا، لو الدين ده طبقوه صح، لو اقاموا الدين بحق وحقيقه، والله ما كان زول يطلع عليهم ولا في زول يلقى فيهم ثغره. لكن هم ذاتهم فكوا الشغله بتاعت الدين وقعدوا عدوها نهب للأموال، والبلد دي بقت عبارة عن مملكة حقتهم يفعلوا فيها ما يشاءوا، وده سبب خلى الناس تقوم عليه، وسبب خلى الناس
بعد ذاك تطعن في الدين بسبب ممارساتهم هم اللي ما بأيد الدين ولا بأيد العقل أصلا. فنحن الذي نقصده نقصد الرجوع الصادق إلى الإسلام الصافي اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ده هو المقصود وده هو دارينه نحن. ونحن بيده لو عشنا أغنياء الحمد لله نعمة من ربنا، ولو عشنا فقراء نحن عزاز بديننا. أعيش فقير وأموت من الجوع وأنا عزيز بديني، صلاتي ما في زول يمسها، زكاتي ما في زول يمسها، الحج بتاعي زي ما هو، ديني أنا زي ما هو، بعد ذاك تاني لو مت من الفقر والله حباب الموت الزيدة وألقى أجري يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير والسلام عليكم.